الشهيد الخامس عشر بعد رصاصة الفضة فجرأ طالبا في كلية الهندسة لم يكمل عامه التاسع عشر لاعبا في منتخب مصر التنس بلطجي في أعيان لكن طلاب مصر يعودون بقوة إلى محمد مصطفى طالب في كلية الهندسة في جامعة اللي عمل كده مش حيوان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واسرافنا في امرنا.
اقدر اعيش من غيره يعني. بعدين جه اليوم بقى انه خلاص يعني، يا اما اعيش لوحدي يا اما اعيش، لازم اعيش مع وقت اهلي بقى بيا. مخنوق بقى موتينه ابني، موتينه موت ابني. لقيته لما شفت عليك يا دكتور ما فيش اصابات في ابني، ابني موتينه. ابني بيحكوا لي اصحابه كلهم بتكربسوا في مكان يشيل 300 400 واحد، وهم حوالي 2000 او 3000 مشجع كلهم بتكربسوا فوق بعض كلهم. ابني يا فندم عشان افهم حضرتك حاجه، ابني كان هو ابني هو من الثوار اللي كان بيسوي التحرير واشترك في كل الحاجات اللي حضرتك. ماشي، 5 دقايق برضو حسيت في حاجة، في حاجة جسمي بيترعش، في حاجة هتحصل بس ما كنتش متوقعة موت ابني. يا هذا بسامح وعزوك بلي سامح وبطلب من ربنا. برديش ربنا، برديش ربنا من طفلة زي دي بتقولي زي دي وتتربى يتيم وكمان حق ابوها ما يتخدش. هفضل هو حقك لغايه حتى النميمه، لازم حقك ليكي. انا دلوقتي مش عايشه غير عشان ان انا اجيب واحد، وده عمد عليا ان انا اجيب. كده نهاجم ونسيب البلد دي كلها دي، وما كناش هنعرف نجيب حق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الاوراق والماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مؤسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، محمد رشاد، عايزين نلخص الموضوع في 3 حاجات بالظبط. اتفضل. هم 3 اطراف ولا رابع ولا خامس، 3 اطراف وبالترتيب. اول حاجه المجلس العسكري هو يدبر المؤامره كلها عشان الناس دي قالت لا، عشان الناس دي قالت تدخل حكم عسكري في ماتش المقاولين. الطرف الثاني الداخليه وهي اللي ساعدت بخياراتها الفاسده اللي طول عمرها فاسده، زي سامي سيد وزي احمد جمال، اقول لك كلامه مش خايف من حد.
ترافي تاتي جمهور المصري بقى مطعم بلطجيه مش مطعم مش بتاعتي انا بس كان جمهور مصري. انا عايز اوجه بس يعني اول حاجتين بس الجروب بتاعنا. اول حاجه الناس اللي معانا في الجروب سواء واحد مؤسس واحد صغير واحد بقاله سنه واحد بقاله سنتين ثلاثه الناس اللي ماتت ديت ماتت عشان قالت لا عشان قالت لا للظلم ولا للسحل ولا للضرب. لا اما نجيب حقهم يا جماعه لا اما نبقى زيهم.